اليوم نحكيه عن الناس اللي عاشة بركة ربي، اللي تقع عنده 4000 5000 يوصل يطيب بها تنجرة. اخويا تحب تعرف الزبابلة؟ إجا العشية عندنا عباد تبيع فسقات، عباد تلم الزبلة. الأزواج كلها زواولة، رأي كلها كلها زواولة، كل يبيع كل يبعت. معناها الشعب بالطبيعة أخي باش يفاجي يبيع، يبيع لك فسقاطة باش يصور فيها، اللي يبيع فسقاطة باش يصور فيها صح. فسقاطة تتبيع هي بالفريقوات تتبيع، ها تتبيع أغلى أغلى. ها فسقاطة شنو هي العباد الكل ترى فيها هاتي الألاف المرشي هي كلها تبيع فسقاطة. التفاح ب 7000 وب 15000. التفاح نتاعنا نتاع تونس، نتاع تونس 7000 و 8000 بالجرو. التقيها انت سقاطها ومضروب، تلقاها باش ياخذوا ب 2000 ب 2500. الشعب شاكل بعضه يا اخويا. شفنا عباد والكرشه ولات تاخذ في الكرشه باش طيب بها، تاخذ في الكركاس اللي سامحني يبيعوا فيه الحيوانات، عباد ولات تاخذ باش تعمل بها كالطنجره نتاعها. ايه مرقته ولا فرقته؟ تسمع به مثل مرقته ولا فرقته؟ ايه هذاك علاش وصلنا هكا؟ هذا وصلنا هكا سؤال صعيب ياسر ياسر. عشت نهت بوجيعتي كتف عليك شبيه رايق انا لسه خلوا شي نخدم على روحي عندي شويه سقاطه نبيع فيها. بقاش بيع فيه فلفل؟ لا مش باش نبيع في الفلفل، نبيع في شويه غله، بجيع في تفاح ب 2000، مدارينا ب 2000. باش عم تقول لك سقاطه ما تتاكلش هي ولا الشعب التونسي تو بشكل بعضه مش بشكل سقاطه. انت فمك انت قلت لي الكركاس، الكركاس كنا نعرفوا فيه القطاطس والحشاك والكلاب. يا مرقت انا فرقتي طيبه شربه بالكركاس اما خير. صحيح هنالك بركه في المال، تحت تلقى عنده 10000 يجيه الخير فيها ويعرف كيفاش تتصرف وزوجك كيفاش تعمل، تبقي لما الدنيا غاليه باش نقول كلمه حق زاده. يعني اما الانسان اخويا اللي يحب يصرف يبذر يبذر، يحب يصرف بشويه بشويه نجم يلقى اموره. فهمني؟ يا بابا شفنا بعينينا عبيد استنى الخضار وقتاش يلم النصبه نتاعو باش يهز وكتر في طماطم بطاطا اكل سلعه سقاطه هذيك ويروح بها للصغار. يا رسول الله انا نسكن في باب الفله لهنا، بعد ما تكمل الناس ما نقولوش هكا الفضلات اللي بقات كعبه طماطم مضروبه كعبه بطاطا مضروبه يلموها شي ياكلوا يشربوا، يلموا في الدبابز شي ياكلوا يشربوا. الحقيقه حاله مضريه راهو بكل صدق وبكل امانه. يا بابا حتى كديشي ذاك الكركاس اللي كانوا يعطوا فيه الحيوانات العباد ولا طيب به يقول لك مرقته ولا فرقته. هذا هو اللي قاعد يصير بالضبط توا، الطبقة اللي هي 70 80% تعيش تحت خط الفقر، نقولها بكل صراحة، وأنا أبو عائلة نتصرف هكاك الناس كل تعبة. علاش ولينا هكا؟ هي الدنيا غليت، الدنيا شعلت فيها النار، يشوفوا الخضر دي في باب الفلة توا، البنان ب 6000 فرنك، العلوش يخفز زازار ينشف الذبان كما يقولوها، شكون ليش بياخذ 30 دينار كيلو كيلو لحم علوش، الحوت ب 17 18 قدامك سوق الحوت، ناس تعيش في شربة، تعيش في لبلابي بطرف حمص. فهمتني؟ ما يخلط حد السردينه اللي هي نقولوا اقل شيء في الحوت ما يشري حد ب 6 و 7000 فرنك. التفاح نتاعنا نتاع تونس ما عادش تخلط عليه. التفاح حدث ولا حرج ولا زينه قدام الناس، يشوف ب 3 و 4000 فرنك وعادي متوسط، ما يخلطش واحد على الغله اللي يعبي كرشه ويقول الحمد لله والشكر لله العلي العظيم. الشعب تعب برشا بصراحه. ما عادش اللي تحكي ب 4000، انت تحكي على ساندويش نتاع طفله صغيره. ما حتى مع الشرطه به 5000 4000 كي تمد لها 5000 تغزك على جنب تيكي تيكي وهيت مال نتاع شنو 5000 واللي عنده 6 7 كيفاش يعيش؟ يا اين بعيني هذه ريت امراه مسكينه تلم الزبله وتاكل في البطيخ من الزبله من لك البوبالات لحديد. يا رسول الله اقسموا بالله اقسموا بالله اقسموا بالله احنا نخدموا انا نخدموا مانيش واقسموا بالله وهو جامع يا اين طليت عليها من الشباك بنتي تبكي لك طاقه يا ماما قالت لي المراه تاكل من البطيخ من الزبله يا ماما قلت لها عايش بدي سكر اقسموا بالله اني قلت لك نهار الجمعه معناها العباد ديجا تشوف العشيه العباد كيفاش تبدا تلم في سقاطه واحد ماهيش خالته العباد سامحني راه ماهيش خالته شنو تقول شنو مالينا شيء ما قدمنا تقدمنا مالينا شيء في التقديم ولينا شرينا من التقديم قعدنا هي راه الحكايه رجعنا بالتويلي ما نعرفوش فين ماشيين خلينا الحيط ورانا مازال اكثر من الحيط سامحني ما عادش دخلنا الحيط كسرناه الحيط سامحني كسرناه وما عاد اللي تشوف العباد مساكن تخدم وتقول مساكن تخدم على المعيشه مش واصل عليها المعيشه شفت المعيشه مش خالطه عليه واللي عنده 5 و6 و4 ما نقولوش نحن جبناهم وكبروا كل ما كبروا زاد كبرت معهم المسؤوليه راه تحب تلبس تحب تقرا تحب تلبس تحب تقرا كل شيء تحب وزيل هالانترنت وتحب تيكي ما عندك ما تجي تقول ربي صبرنا اللي عايش من حد فقره كان 150000 تو ولات 180000 وش يعمل هذاك؟ بيهم بلي هذيك سامحني 180 اللي تحكي عليهم انت 180 ولا حتى 200 شنو يعملوا؟ اعطيني شو يعمل؟
يا ودي توا قال حاجة كريب 400 و300 ما نمشوش نحن بيت وصا بيت مع الجيران 150 بيت مع الجيران 150 شنو 50 بيت 50 شنو معاه 150 بيت 150 بيت مع الجيران شنو باش تحكي يا اخي نحي مصروفك نحي يميهم نحي ذوهم شنو باش تحكي ما عندك ما ودوايتهم كبار ما يمرضوش كبار ما يمرضوش يمرضوا كبار ما يمرضوش كبار يمرضوا سامحني مرضوا كي هو مريض هو مريض ما غير طب ما غير حد شيء ما غير واحد مريض بالفقر مريض بكل شيء الناس كل معناتها لو كان مش الاسواق هذا وكما الكركاس هذا اللي الناس كي تشري فيه للكلاب نحنا نشريه ونطيبوا منه الطناجر نتاعنا باش نوكلوا ولادنا ب 3000 وب 5000 خاطر ما عادش تخلى كيلو غله ب 5000 كيلو طمصان هاك تشوف فيه ب 3000 كيلو بانان فوق ال 5000 وما نخلطوش عليه مدى الغله وما عادش نغزروا له عادش نغزروا له كيلو التفاح ب 8000 و 10000 تفاحنا تونس ويقول لك ب 8000 معناتها المادة هذه الغله ما تخزر ليش الزوالي ما يخزر ليش يزمو يعيش وكان خلطت على الخضره طب طيب تنجره خضره ها مش ناشب عاد برا مشي يسر يقول له قد ايه كيلو سفنير تقول لك 14100 كيلو لفته 12100 12100 و 14100 3500 الفلفل ها 3500 الفلفل معناتها بالقدرة عايشين وبرحمة ربي وكا هو يقول لك باب الزيرة سوق الزوالي تحب ولا تاكل الزوالة كلها تتلم هوني حتى اللي ما عندوش معناتها باللي كتبها هكا الخضار يحاول يعطيه شوية اللي يبيع في الحم يحاول يعطيه شوية هكا ما عندوش يحاول يلم صحيح هذا ولا صحيح الخضار ما والله ما يلوجها ساعات كي يخزر لك من هيئتك يعرفك زوالي ساعات ما عندكش المرأة تجي تسقف ساعات شيء يبكي ساعات تقبح معناتها تولي تقسم انت وياها كيلو ورطل ما شفت بعينيك حاجه هذه ما شفت بعينيك عباد توصل تلم معناتها من الزبله ما كسل على السقاطه نتاع الخضار يتبع القاج واللي يفرزوا الخضار ويطيش وراه تلقاه هي تفرز منه برشا نسيه شفتهم برشا والله شفته بعيني وبرشا رجال ونجموا تو كان دخلك للسوق تو نلقاه اذا ما يفرزوا في الحكايه هذي يفرزوا في الخضره هذيا قارن يبدا مكسر خضار ما يطيش كعبه مدانينه تبدا مضروبه من المغفص يطيشها كعبه طماطم كيف كيف هو اللي يهز الخضار بتبيعته كعبه باش تضرب له كعبه واللي طيشه يفرزها وتجي بعد العباد انت كان تشوف في الليل مع المغرب معناتها تتلم نصب هذي تلقى العباد برباش اللي هذا يفرز هكا الزوابل يا رسول الله وصلنا لدرجه هذه اخويا والله ان شاء الله ربي يرحمنا عايشين ببركه ربي وبالاولياء الصالحين في تونس هي منذ مده طويله المنظومه اللي كانت قائمه في تونس في عهد هالدهورة المقدرة الشرائية للمواطن والمواطن اليوم يكتوي بنار الأسعار فهمتني وهذا في غياب الدولة وغياب حضور الدولة في الأسواق وفي مراقبة الأسعار ما يسمى بالأسواق الشعبية هذه في ظاهرها شعبية ولكن في باطنها ثم نوع من الغش والبضاعة اللي الغش نوع أي نوع من الغش البضاعة اللي تراها أنت مكدسة هذيك فلفل وطماطم وبرقين هذيك ما تروحش بها هذيك مظهر متاع سوق وذيك السلعة موجهة فهمتني وقت البياع يوجهها لجلب الزبون ولكن يعطيك هو سلعة أخرى كي تروح للدار تلقى سلعة أخرى إضافة إلى الكلام البذيء الذي يتفوه به بعض الباعة البذيء أي نعم ثم كلام بذيء يتفوه به بعض الباعة يقول لك ما عندكش ما تشريش ما عنديش خضرة أعطيني رطل السونيري يقول لك لا ما عنديش رطل السونيري نبيع بالكيلو شيء ذي موجود ما تزويلي ملك فيش يعمل ايه نعم بابا انا عندي تو 9 سنين نسكن هنا فهمتي هنا ليه في باب الفلة هنا عارفه وهنا تصور الاسواق الاخرى اذا ما تنجم تخير معناتها البضاعة نتاعك اليوم الزوالي اللي يعيش على السلعة السقاطة بعد ما يفرز الخضار يفرز السلعة نتاعو يحط السلعة كالقرن المكسر الكعبة الخامرة كي يطيشها يشوفهم عبيد تعيش على الحكاية هذه بصراحة فهم عبيد تجي تهز هكا السلعه السقاطه هذيك باش يعمل بها طنجره لصغار. سيدي ماذا بينا المظهر هذا يختفي وهي اهانه لك الانسان هذاك بصفه عامه يجب ان يجد قوته، يجب ان يجد عمل فهمتي ولا لا يستقاط منه وياكل منه، مش نعملوا عليه هو انه استنى الخضار باش يطيش له، فهمتي ولا لا بضاعه قد تكون متعفنه ومضره بالصحه في الحقيقه. بالحق تحت الصفر عايشين غير بركه ربي والله. في حالة يعني انا نحمد ربي عندي دار لكن مساكن الكاك الكارين مساكن كيش عايشين علاش توا برشا في ساعه ما تجيه جلطه في ساعه ماش نخروح وفي منيش من الستريس من كل شيء من الضغط يبدا عنده 4 صغار لا عنده كيش يعيش معناها كل الانسان فد من حياته
ما فماش ولينا انا هاني من نحمد ربي ما، لكن كي نخزر برشا حاجات ما عادش نجم نشريها، ما عادش طاقه الانسان حتى مليون ما عادش يعيشك الوقت هذا، مليون ما عادش يعيش، ما عادش يخلط بالكل بالكل. او باب الفله متسمي عليه بصراحه، خلينا نقولوا متسمي عليه سوق الزوالي، اي يقول لك سوق الزوالي، ما حتى اللي ما عندوش راهو ما يروحش بلاش، صحيح هذا؟ شويه شويه هكا هكا، يعني تنوش شويه شويه، مثلا مش برشا برشا ما ينجم، تجيش توسع الحوت نخزروا له وكا هاو، ما عادش نخلطوا له كوش نغرقوا في البحر باش ناكل، هكا هاو ما فهمت. لطف عليك بالغرق يا ميمتي. لا والله بالحق يا وليدي، والله حاله كبيره، حاله حالة بصراحة حالة مزرية برشا برشا، حالة مزرية ياسر. معليش يا أخي احنا في بلادنا تعرف بلادنا تحفر هكا تراب تطلع لويس، كل بلادنا مناعيم من عند ربي، لكن الغالب الغالب التسيير اللي فيها مش نورمال، اللي يسيروا فيها مش نورمال بالكل بالكل، لخاطر هاي خاطر كان يسيروا فيها بالقدا نعيشوا الشوماج الساعة ما فماش. نعيش أقل 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 خدام على القليلة يصور 800 دينار في القليلة هذي، فماش ما عندناش، كان احنا بلادنا جنة.